احنا ما كناش طوال تاريخنا نقابة بتهادن، بالعكس احنا كنا نقابة. وانا اتحدث عن نفسي، من 81 انا كنت في السجن بسبب معارضة انور السادات مرتين. في التسعينات او ما بعد في 2000 انا سقطت في مجلس في البرلمان مرتين في مواجهة حسني مبارك ونظام حسني مبارك. كنا بنعارض السادات وكنا بنعارض حسني مبارك، بس ما كناش بنهدم الدولة المصرية، ما كناش بنهدم علشان نسلم الدولة المصرية لإخوان المسلمين. احنا لما جت ثورة 25 يناير قفز على الثورة المصرية لإخوان المسلمين، الشعب انتفض وانتصر ليتحرر من الإخوان المسلمين ويتحرر من نظام مبارك. الاثنين ما ينفعش النهاردة أسمح لقوى تريد أن تدمر الشعب المصري وتقوض الدولة المصرية وأقول أنا معارض وبأيدها. مش هأيد الإرهاب، لن تؤيد نقابة المحامين الإرهاب، ولن تؤيد العنف، ولن تؤيد الميليشيات المسلحة، ولن تؤيد عملاء قطر، ولن تؤيد عملاء تركيا، ولن تؤيد عملاء أمريكا، ولن تؤيد عملاء إسرائيل. دي نقابة المحامين، هذا هو المعيار الواحد للقضية الواحدة. احنا ضد الذين يتصدرون المشهد المصري كعملاء وكلاء عن جهات أجنبية تريد أن تقوض الدولة المصرية. لا، احنا مع قواتنا المسلحة، احنا مع قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن إن أمكن ذلك. احنا مع ده لأن أنا بدافع عن نفسي. يا أخوانا شوفوا ليبيا فيها إيه، يا أخوانا شوفوا السودان فيها إيه، شوفوا اليمن فيها إيه، شوفوا العراق فيها إيه. لما مصر تقف على رجليها، مصر تبقى الدولة القادرة اقتصاديا وعسكريا على المواجهة وعلى الانتصاب من أجل حقوق أبنائها، نعارض ونتخانق. إحنا ما عندناش أي مانع إن إحنا نؤدي الدور ده، بس نؤديه في مكانه وفي محله، لا نؤديه لتقويض الدولة ولا نؤديه لحساب شخص ولا لحساب رئيس. احنا مع مصر مش مع رئيس مصر، احنا مع الدولة المصرية، احنا مع الجيش المصري، احنا مع النظام المصري اللي بيحافظ عليكم وبيحافظ علينا. دي هي سياسة نقابة المحامين. ولما يكون هناك سبب او قضية تستاهل الخلاف بنختلف، بس في فرق بين انك تختلف علشان تدمر الدولة وانك تختلف علشان تصحح خطأ. احنا بنختلف علشان نصحح اخطاء، وهنختلف مع الحكومة المصرية ومع الدولة المصرية ومع الرئيس المصري على اي اخطاء، لكن لن نختلف على ان دي دولتنا الوطنية، لن نختلف على ان دولتنا اللي احنا يجب ان نحميها وندافع عنها في مواجهة الذين يريدون ان يقوضوا الدولة المصرية ويقوضوا المنطقة العربية. النهاردة شوفوا حضراتكم اللي بيحصل في المنطقة العربية ايه. امريكا افتعلت معركة مع ايران، جابت دباباتها وغواصاتها وحملت جنودها وراحت الخليج علشان تبتز الخليج، علشان تاخد نص مليار دولار على الاقل، 500 مليار دولار هتاخدهم في هذه الطلعة العسكرية اللي مش هتحارب فيها ايران. امريكا مش عايزة تحارب ايران، امريكا مش هتضرب ايران، امريكا حريصة على بقاء ايران، لكنها حريصة على بقاء اعداء مصطنعين للأمة العربية علشان تبتز الأمة العربية وعلشان تاخد أموالنا. أمريكا خدت من دول الخليج أكثر من 500 مليار ثم 500 مليار مرتين، اتاخدوا في سنة واحدة. دول كانوا يكفوا سداد ديون الأمة العربية كلها ويكفوا للتنمية الاقتصادية للأمة العربية كلها. ليه بندفعها لأمريكا وليه بندعم بيها امريكا واحنا بامكاننا ان احنا ندعم انفسنا؟ ده الوعي العربي اللي احنا يجب ان نؤديه وان نتحدث فيه وان ننبه لخطوره الاستسلام لهذه المقررات وهذه المخططات. احنا عدونا واحد، عدونا معروف، عدونا امريكا وعدونا اسرائيل. عاشت نقابه المحامين للوطن، وعشتم لنقابه المحامين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.